السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلاب الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله تعالى النهاردة هنتكلم في درس جديد أو الجزء الثاني من درس أسماء الزمان والمكان. طيب، اسم الزمان والمكان إحنا كنا اتكلمنا قبل كده في إزاي نجيبه من الفعل الثلاثي، دلوقتي هنتكلم في إزاي نجيب اسم الزمان أو اسم المكان من الفعل غير الثلاثي. القاعدة بتقول لي إن إحنا نجيب الفعل، لو عندي الفعل ماضي بجيب المضارع بتاعه، نأتي بالمضارع وبعد كده بنقلب حرف المضارعة اللي هو حرف الياء اللي في الأول، ميم مضمومة يعني حرف ميم عليه ضمة، وبنفتح الحرف قبل الأخير. تاني بنجيب المضارع، نأتي بالمضارع ثم نقلب حرف المضارعة ميما مضمومة ثم نفتح ما قبل الآخر. لو نفتكر اسم الزمان أو اسم المكان من الفعل الثلاثي في الفيديو اللي فات اتكلمنا، قلنا بيجي على وزن مفعل بفتح العين ثالث حرف أو مفعل بكسر العين. طيب هنا بقى لا، احنا هنا الاول بنجيب المضارع وبعد كده نقلب اول حرف لميم مضمومه ونفتح الحرف قبل الاخير. طيب تعالوا نشوف مثال. بيقول لي اجتمع، اهو فعل غير ثلاثي مكون من 5 حروف، هنا على طول اجيب المضارع بتاعه يجتمع وبعد كده بقلب حرف المضارع اللي في الاول اللي هو الياء دي لميم مضمومة أهي مو، وبعد كده بفتح الحرف قبل الأخير اللي هي الميم التانية دي، فعشان كده بسميها مجتمع. مجتمع يبقى اسم الزمان أو اسم المكان من الفعل اجتمع هيبقى مجتمع. تعالوا نشوف مثال كمان. التقى، التقى ده فعل ماضي غير ثلاثي 5 حروف اهو، برضو اجيب منه المضارع، المضارع بتاع التقى يلتقي. طيب بقلب حرف المضارعة اللي هي الياء اللي في الاول دي لميم مضمومة فاقول مل، وبفتح الحرف قبل الاخير اللي هو حرف القاف هنا فاقول ملتقى. يبقى هنا ملتقى يعتبر ايه؟ يعتبر اسم زمان او اسم مكان من الفعل غير الثلاثي اللي هو التقى. طيب تعالوا نشوف مثال ثالث. قال لي الفعل استخرج، لو نلاحظ ده فعل طبعا غير ثلاثي مكون من 6 حروف اهو استخرج. اول حاجه بعملها زي ما شفنا القاعده فوق، قال لي بناتي بالمضارع يعني بنجيب الفعل المضارع من استخرج. طب الفعل المضارع من استخرج يستخرج بالظبط اللي هو ده يستخرج. طيب بقلب حرف المضارعه، حرف المضارعه عندي اللي هو الياء هنا بقلبه لميم مضمومه يعني ميم عليها ضمه، وبفتح الحرف قبل الاخير اللي هو حرف الراء هنا، اذن هيبقى مستخرج. يبقى اسم الزمان او اسم المكان من الفعل استخرج هيبقى مستخرج. تمام، يبقى عندي مجتمع، ملتقى، مستخرج، قلنا قبل كده موعد، مذهب، كل ده يعتبر اسم زمان أو اسم مكان. لو نفتكر لما قلنا إزاي أفرق بين اسم الزمان واسم المكان عن طريق المعنى بتاع الجملة أو عن طريق السياق بتاع الكلام. طيب حد تاني يقول لي، انا فاكر على فكره ان احنا القاعده دي خدناها قبل كده، القاعده اللي فوق اللي باللون الاخضر دي خدناها برضو في درس، في درس ايه يا ترى؟ في درس اسم المفعول. تمام، يبقى نفس القاعده بتاعه صياغه اسم الزمان او اسم المكان من الفعل غير الثلاثي هي نفس القاعده بتاعه صياغه اسم المفعول برضو من الفعل غير الثلاثي. واحد دلوقتي تلاقيه بيفكر، طيب ازاي برضو افرق؟ انا كده بقى عندي 3 مشتقات شبه بعض، اسم الزمان واسم المكان واسم
المفعول. ازاي افرق بين المشتقات دي كلها؟ يعني مجتمع مثلا ينفع اسم زمان ومكان ومفعول، نفس الكلام في كلمة ملتقى ينفع الثلاث مشتقات، ومستخرج يكون اسم زمان ويكون برضو اسم مكان او ممكن يكون اسم مفعول. طيب تعالوا كده مع بعض سريعا نفرق عن طريق الأمثلة اللي عندنا. السؤال هنا بيقول لي ميز المشتق فيما يلي، يعني قول لي المشتق اللي موجود عندنا في الجملة دي يا ترى. احنا خدنا طبعا مشتقات كتيرة، خدنا اسم فاعل، صيغة المبالغة، اسم المفعول، اسم زمان، اسم المكان، كل دي تعتبر اسمها المشتقات. ولسه كمان عندنا درسين اللي هم اسم الآلة واسم التفضيل لسه ما اتكلمناش فيهم. طيب المشتق اللي احنا خدناه او المشتقات كلها اللي احنا خدناه 4 او 5 مشتقات، يبقى هنحصر التفكير فيهم فقط: اسم الفاعل، صيغة المبالغة، اسم المفعول، اسم الزمان، اسم المكان. الثلاثة اللي قلنا شبه بعض، قريبين قوي من بعض، بنميز ما بينهم عن طريق المعنى بتاع الجملة اللي هم اسم المفعول واسم الزمان واسم المكان. طيب تعال نشوف اول مثال. بيقول لي الصحراء مستخرج البترول. طبعا اسم الزمان او اسم المكان لازم يبدأ بحرف الميم، يبقى اسم الزمان او اسم المكان لازم يكون فيه حرف الميم في بداية الكلمة. يبقى ما حدش يقول لي الصحراء دي تعتبر اسم مكان، لا غلط، خلي بالك اسم المكان هنا هي كلمة مستخرج، يبقى مستخرج هنا هي اسم مكان من فعل غير ثلاثي. طب انا عرفت منين ان هو اسم مكان؟ لان هنا ذاكر لي المكان، الصحراء مستخرج البترول، ذاكر لي كلمة الصحراء. ممكن اشيل كلمة مستخرج واحط مكانها مكان استخراج، يبقى لما اقول الصحراء مكان استخراج البترول الجملة مشيت. اذا مستخرج هنا تعتبر اسم مكان. ليه اسم مكان؟ لانها بتدل على مكان استخراج الحاجة دي او مكان استخراج البترول. طيب تعالوا نشوف الجملة الثانية، اظن بقى وضحت شوية. الصيف مستخرج البترول. هنا انا ذاكر ايه، زمان ولا مكان؟ لا، في زمان مذكور اللي هو كلمة الصيف، الصيف فصل من فصول السنة، يبقى مستخرج دي تعتبر اسم زمان. محدش يقول ان الصيف هنا هي اللي زمان، خد بالك، خد بالك، مهم جدا جدا جدا. يبقى مستخرج هي اسم الزمان هنا، تمام. طيب تعال نشوف جملة ثالثة. بيقول لي جملة بسيطة جدا، البترول مستخرج. يعني ايه البترول مستخرج؟ يعني البترول استخرج. اللي ينفع اشيله واحط مكانه الفعل المبني للمجهول هنا، لا في زمان بقى ولا بتدل على زمان ولا مكان، هي بتدل على ان البترول تم استخراجه بس. يبقى هنا البترول مستخرج، مستخرج دي تعتبر اسم مفعول برضو من فعل غير ثلاثي استخرج. ادينا كده شفنا الفرق ما بين اسم المكان واسم الزمان واسم المفعول. واحد يقول لي طب ما اسم الفاعل بتبقى شبههم، اقول لك لا، لو اسم فاعل هقول المهندس مستخرج البترول، الراء هنا بتبقى مكسوره. يبقى في الحاله دي انا عندي ده اسم مكان، اول حاجه الصحراء مستخرج البترول، الصيف مستخرج البترول اسم زمان، والبترول مستخرج ده يعتبر اسم مفعول. كده نقدر بمنتهى السهوله نميز بين اسم الزمان واسم المكان واسم المفعول اذا كان الفعل بتاعهم غير ثلاثي. خلي بالك من حاجة مهمة، إن برضو اسم الزمان أو اسم المكان ممكن يجي مفرد أو ممكن يجي مثنى أو ممكن يجي جمع على حسب. طب بيعرب إيه؟ عادي جدا بيعرب حسب موقعه في الجملة. طيب هناخد كده واجب على الدرس ده، بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أول سؤال بيقول لي النادي ملتقى الأصدقاء. يا ترى ملتقى هنا هتبقى ايه؟ يا ترى اسم زمان ولا اسم مكان او اسم مفعول؟ رقم 2 بيقول لي المدرسة مجتمع الطلاب. برضو عايزين نعرف اسم زمان ولا اسم مكان
ولا اسم مفعول. بكده يكون خلصنا الدرس الرابع في النحو اللي هو اسم الزمان والمكان، رابع درس في المشتقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.